صباح الخير أو مساء الخير يا برج القوس. في القراءة العاطفية بنسحب الورق احنا نفسنا عشان ايه؟ عيب عيب، انا مش قليلة انا مش قليلة في البلد دي، عيب. مش بقولها خايف منك، خايف منك، شاكك فيك، خلاص بنسبة 100% قطعيا شاكك فيك، شاكك فيك قوي. يعني ده ورقتين يوضحان المعنى ويؤكدهم، شاكك فيك جدا وخايفة. شايفك، هو مش شايفك ان انت بتخدع، بس انت عملت مع حركة، انت ممكن تكون بالظبط عملت كده، انت طنشته وعمال بقى تنزل في صور ومهتم بحالك لو انت ولد عمال بقى تغير في شكلك وبتلبس وبتتزوق، اهو حاطط لك كوفيه بقى، وانت بنت عماله تتزوقي وحاطه البرنيطه وحاسس بان انت هتخلع منه، هتخلع حرفيا، كلمه هتخلع دي، وتروح بقى لحد تاني. خايف منك قوي، خايف منك قوي، شاعر بان انت هتقلب عليه مره واحده، هتديله حته قلم على وشه يفوقه، هو شاكك فيك. يعني الوقفة دي وقفت ناس هتعمل حاجة، شاكك فيك قوي وخايف ان انت تسيبه مرة واحدة، خايف قوي ان انت تسيبه مرة واحدة. وبص وباصص لك ازاي، خايف منك. على فكرة يا برج القوس، انت الظاهر ان انت فعلا سبته يتكلم مع نفسه كده، انت سايب السيوف وهو شايفك ان انت مشيت. ده مش انت، ده انت اللي سايب السيوف ومشي، هو باصص لك وباصص لك وبيقول لك انت هتعمل ايه؟ هو خايف منك قوي وبيقول لك انت هتعمل ايه؟ اوعى تكون هترتبط بحد تاني. الشخص ده ممكن تكون بتتعامل مع برج هوائي او مائي، سرطان برضه، سرطان عندي هنا وميزان وهوائي، اتنين هوائي هنا، فخايف منك قوي قوي. يعني حاجه في ال يعني اول ما اشوف شخص شاكك في شخص قوي كده، هو بيتصنط عليك حاليا دلوقتي هو عمال يجمع عنك معلومات. وشوف بقى تاني ايه رايح فين، ممكن تكونوا قاطعين مع بعض بقالكوا فتره، ولكن انتوا مع بعض على السوشيال ميديا، لكن هو مراقبك بقى. نيته ايه؟ ده نيته صعبه قوي، ده نيته يحاسبك على كل حاجه. الشخص ده غيور، غيور قوي، مش عارفه ليه حسيت كده. الكينج اوف سوردز والكوين اوف سوردز، الكينج اوف سوردز شخص اصلا بيخبي مشاعره، ما قلت لك هو مخبي مشاعره، وبيدي كلام بقى، بيدي كلام، هو رفع لك السيف وبيدي كلام بقى، محدش يقدر يقول ستوب. الكوين اوف سوردز هي شخص بتدي كلام، ولكن كلام مش بيوجع، ولكن كلام حق، كلام حق. هو حاسس بان انت لعبت عليه. انا خايفه يا برج الكوس تكون جيت تكحلها ومتعنيها، حاجه زي كده، يعني انت جيت تخليه يغير عليك عشان يرجع تاني مثلا، او يتظبط معاك في العلاقه، فقمت مثلا انت مثلا ضفتي ولاد مره واحده، نزلتي صورك مره واحده، فخايف يكون انت لعبتي عليه، بتلعبي عليه، وان انت بتكلمي ناس كتير قوي، ممكن تكوني عملتي الحركه دي. فهو عايز يعمل ايه؟ عايز يحاسبك، عايز يمسكك كده يحاسبك كده، وفي نفس الوقت يضربك، يعني يحاسبك ويضربك. ماما نيتي خير، نيتي خير، لان الكينج اوف سوردز والله مش متفائل، مش متفائل على حته ان هو مش بيحبك، بيحبك جدا على فكره، بس هو شخص شكله عنده حب التملك. هو حاليا نسينا نعرف، هو حاليا في حياته بيتوازن على فكره، وهذا الشخص على فكره ممكن يكون بيعمل اعمال خير حاليا، ممكن يكون بيعطي او بيشتغل في حته بيساعد فيها ناس او حاجه زي كده. يعني هو حاليا متوازن يعني، ولكن مش عايزك تمشي، يعني هو شايفك ان انت مشيت، وزي ما تكون ما نهدوش العلاقه وانت راح ترتبط. اللي يا عم استنى، انت رايح فين؟ انت هتسيبني وتمشي ولا ايه؟ ده نيته يعني اللي هو انا هولع فيكي، هولع فيكي او هولع فيك، حاجه من الاتنين. زعلان منك قوي، زعلان منك قوي وبيراقبك، زعلان منك قوي وبيراقبك.
ذا مون هنا مع كينج اوف ساردس، لان انا وضحت كينج اوف ساردس نيته مش باينه بصراحه، هو مش باين نيته بس هو زعلان قوي وعايز الكينج اوف ساردس يعني شخص عايز يعرف الحقيقه. هو شاكك فيك قوي، انا مش عارفه ليه شاكك فيك قوي كده او شاكك فيكي، حاجه من الاثنين. عايز يعرف في ايه بيحصل من ورا ده، هو شايف ان في حاجه بتحصل من ورا ده. بقول لك باصص لك وبيقول لك انت هتديني ظهري انت، حاجه زي كده. شاعر بان انت بتعمل حاجه من ورا ظهره، فعايز يعرف بقى ايه اللي بيحصل من ورا ظهري بالظبط. حالا قولي حالا كنت فين، قولي حالا كنت بتكلم مين، اديني اكونت الفيسبوك اشوف ايه. ممكن يكون هذا الشخص بيحب التملك او ما عندوش يما ارحميني في العلاقات، ما عندوش النقطه دي، يتبقى معايا مظبوط وتحت عيني خلاص. فنيته غريبه شويه، النيه بتاعته غريبه شويه. طب هو ناوي على ايه؟ ده ناوي لك نيه حلوه، ناوي لك يتحاسب ويحاسب ويجيب ناس تتحاسب. الشخص ده متسلط، متسلط على الطرف اللي بيبقى معاه. طيب طيب طيبين 3 4 5 6. بص بقى من الاخر فيها لخ فيها. هو مش هيسيبك، مش هسيبك ماشي. ادي بقى دي اعتبرها يا بابا الكوس مسج، مسج مني كده بوصلها لك. الشخص ده مش هيسيبك، لو انت بقى عامل الحركات دي عشان تجيبه تاني فهو جاي لك، بس هيجي الاول يلطش وبعد كده يقول لك تعالى بقى. الكوين اوف وند شخصيه رئيسه عصابه، مش بس مش بالمعنى الحرفي، ما بتسيبش حاجه هي عايزاها، ذكيه جدا. هو هيعرف يرجعك تاني للعلاقه دي. انت زي ما قلت لك انت مشيت، انا عرفت العلاقه دي، انت مشيت وسبته او فصلت معاه، يعني ما بتوش تكلموا بعض مثلا، وعمال بقى تحلو وتنزل في صور وتنزل في صور وتكلمي ده وتكلمي ده وتهزري مع ده في الكومنتات ايه ده؟ انت ليلتك زرقاء. تعالي بقى، هو مش هيسيبك، بيحبك قوي، يلا بيحبك جدا جدا، ولكن هو ما بيحبش الطرف اللي معاه يبقى بعيد عنه او بعيد عن عينه معايا، يعني تحت طوعي. هو شخصيته كده، فلو انت او انت متضايقين من الشخصيه دي فهي مش هتتغير. هو كده او هي كده، شخصيه بتحب اللي معاها بتاعها، او بيحب اللي البنت اللي معاه بتاعته بكل بساطه. فهو ناوي على ايه؟ لا ده ناوي ان هو بص ماسك لك العصايه وبيقول لك تعالي بقى انت بتعملي ايه؟ تعالي بقى انت بتعملي ايه؟ مين ده ومين ده ومين ده؟ ومسحي بقى كل الولاد اللي عندك، اتفضلي من غير ما تتكلمي. لانه بيحبك قوي. هو اصلا مش شايف الحب غير معاك انت، خلي بالك. يعني برغم ان هو قاسي، ممكن يكون كلامه حاد في انه يعاتب وكده، ولكن هو بيحبك، بيحبك قوي كمان. طب بص بقى النصيحه بتاعتك، النصيحه بتاعتك حلوه يا عم. النصيحه بتاعتك اوعى تتحرك، خليك زي ما انت. بص يا برج القوس، الاتنين دول باصين لقدام ومتقنعرين قوي، خليك متقنعر، يعني فهموها بقى، متقنعر، متقنعر او متكبر، بس ما تتكبرش يعني. عموما احلو، لو انت بتحلوي احلوي زياده. الشخص ده لو انت عايزاه يرجع لك، لو هو فعلا مش راضي يرجع او يعني بيقول مثلا عادي ترجع ما ترجع، فهو مش هيرجع الا بالطريقه دي تقريبا. تقريبا والله اعلم انتوا عارفين الشخص ده بيرجع ازاي، بيرجع لما بتحلو وتنزل صور وكده، بس هو بيحبك. بس هو تقريبا يعني بيجيله حاله كده ان هو بيقفل مره واحده. فخليك زي ما انت، اتملكي براحتك، عيشي حياتك، عيشي حياتك. هذا الشخص مش هيسيبك خلي بالك، بس عيشي حياتك، ما تبصلوش. الناس مش هتاخد بالك، ايه ده بعت رساله، ايه ده راح انام، ردي عليه عادي براحتك. ولكن هو عايزك ومش هيسيبك يعني بالمعنى الادق يعني. فالنصيحه بتاعتك براحتك.
وكمان النصيحة دي ممكن توحي بطريقة تانية، لأن أنا حاسة إن المشكلة هنا مش في الغيرة أكيد، وممكن تكون أنتوا اتخنقتوا من الغيرة دي. فخلينا نشوف النصيحة طيب تاني. النصيحة ممكن تقول تحرري من الغيرة. ذمون؟ لا مش معناها كده. الامبرس اهو جاي لك الامبرس اهو. بص يا برج القوس، خليك غامض مع هذا الشخص. هذا الشخص انا هفهمك بقى الشخص ده ايه. الشخص ده بيحب الشخصيه او البنت الغامضه اللي ما تكشفش اوراقها كلها، اوكي، من الورق كده. بينجذب قوي للبنت اللي زي الصوره كده. بص عامله ازاي بالظبط كده. يعني لو انتوا ماشيين دلوقتي على انكم بتنزلوا صور ومحلوين بقى ومهتمين بشغلكم كده، خليكي زي ما انت، ما تتحركيش، خليكي غامضه، ما تكشفيش مشاعرك لهذا الشخص. الشخص ده ما بيحبش كشف المشاعر، بيحب البنت اقول لك على حاجه، بيحب البنت اللي واقفه في نفسها قلم. يلا الورق كده، هذا الشخص كده بينجذب للنقطه دي، اوكي. فخبي مشاعرك، اي اعملي نفسك مش واخده بالك منه، وهو هيجي هيصمم عليكي اكتر، لا اكتر ولا اقل. ده اول مره اشوف استمتع بقراءه. فدي قراءه حلوه يعني، مش وحشه. خلينا طب نشوف عايزه اتاكد بس من النقطه. مش بقول لك يعني انا يا ربي انا مش عارفه اعمل ايه، اعمل ايه، اعمل ايه في نفسي، اعمل ايه في نفسي، مخبي مشاعره. كنت لازم افسرها، بس انا فسرتها من غير ما انزل الورقه. شفت انا شاطره ازاي؟ بقى امبرر. الشخص ده مخبي مشاعره وعامل نفسه بقى مش همه، تيجي ما تجيش انا كده كده رايح. يلا خليكي زي ما انت، ما تتحركيش. قسوه قسوه. لو عملتي مانيكير في ايدك، نزلي صوره وقولي الله مانيكير جود داي، وتصبحوا على خير يا حبايبي، واعملي لايف واضحكي مع ده واضحكي. هو بيجي بالطريقه دي، هيحس بقيمتك بالطريقه دي. هو خايف منك على فكره، وعلى فكره شاعر بانك هتروحي ترتبطي، وحاسس بكده وعماله تحلوي يبقى هترتبط، مش هيسيبك وهيجيلك، بس هيديكي كلام قوي، هيقولك انت استغفلتيني او بتستغفليني و و و. بس هو قلبه طيب بصراحه، مش شايفاه شخص وحش يعني، في مشاعره من جواه هو شخص مستقيم يعني، مش شايفاه شخص مش مستقيم، مش شخص على فكره ممكن يكون مسؤول كمان. ف ميرسي يا برج القوس، ويا رب تكون القراءه عجبتكم يا رب، وقابلكم في قراءه.